نجدد التحية، وهذا فيديو جديد، وهذه هي الشجيرات الرمان. وكما نعلم الرمان من أشجار أو شجيرات الفاكهة، ولأننا في نهاية موسم الشتاء وإن شاء الله ونحن مقبلون على الربيع، تبدأ الأفرع الجديدة تنمو وتنبئ بموسم إنتاج جديد يبدأ إن شاء الله بعد مارس وإبريل. مع أشهر الربيع تتفتح كل الزهور وإن شاء الله تنشط كل النباتات. هذه الشجيرة الجرداء بهذا الشكل، وبالطبع تم تقليمها استعدادا لموسم النمو الجديد. وهذه شجيرات المانجو، وإن شاء الله في موسم الربيع ستعطينا الأزهار. هذه البراعم، هذه البراعم إن شاء الله ستتفتح عن أزهار ويتم التلقيح والإخصاب وتعطينا ثمار المانجو. هذه شجيرات المانجو، وبالطبع تتميز مصر وخاصة الإسماعيلية بإنتاج أفخر أنواع المانجو.